بسم الله. بعد ما عرضنا الشاشة بتاعتنا اللي فيها الكاستمر كانتري اللي كانت طالعة دايناميك، وطلعنا السيلكت التانية بتاعت مش كانتري بقى، يعني هيقول له بقى التايتل. تمام ماشي. التايتل كان عندنا زرارين كمان متدبلرين، ممكن نشيل منهم اللي هو سيفي تشينجز وكلوز، متكررين مرتين، نشيل اللي بره ده. تمام كويس. هاخد بقى من الايه الليبل ده، وبعد كده نبدأ مثلا يعني الكاستمر نمبر، مثلا كاستمر نمبر عشان المكان بقى يدخل فيه الكاستمر نمبر، ونديله مثلا الاي دي بتاعه هيبقى كاستن او زي ما كان ماشيين في الداتا بتاعتنا. تقول برضو الاي دي كاستن او تكست ماشي او نمبر زي ما تحب. انتر كاستمر بس وخلاص، او كاستمر نمبر. خد بقى من الليبل بالانبوت كابي بيست، ونغير ما يلزم الدور على الكاست نيم، ونغير الاي دي برضو كاست نيم، وبدل انتر كاستمر نمبر هنبقى انتر كاستمر ايه نيم. معانا الكابي بتاعتنا بيست. تمام، ونغير ما يلزم على طول. عندنا الفون برضو الاي دي فون، وهنكتب انتر فون نمبر او انتر فون وخلاص. طيب كابي بيست، واخش على اللي بعده. كان عندنا اللي هو الاي الجندر. جندر المره دي عايزين نعملها يعني راديو باتن. يعني ايه راديو باتن؟ يعني عاوز يسلكت كلمه ميل او يسلكت كلمه فيميل. فاعملها ازاي؟ اختار ان التايب بتاعنا هو عباره عن انبوت النيم بتاعه جندر، والاي دي بتاعه جندر خلاص، والفاليو بتاعته هتبقى مثلا ام بس، مثلا بتاعته ام، وهنكتب قدامه كلمة ميل، فيطلع الاوبشن الباتون ده هو اللي شايل كلمة حرف الام كأزا فاليو. يعني كلمة هتتبعت دلوقتي هي حرف الام. طبعا نشيل بقى انتر فون نمبر والكلام ده، البليس هولدر والكلام ده كله، انا هكتب قدامه كلمة ميل خلاص. واخد منه كوبي نفس بالظبط، هو اعمل منه اخوه بس على فيميل، والفاليو هتبقى بس برضه لازم نفس الاي دي جندر، والنيم نفس الاي دي برضه جندر، لكن الفاليو هتبقى ايه؟ هتبقى اف، والتكست هيبقى كلمه فيميل. فكده يبقى عندك، طالما الاي دي والنيم زي بعض يبقى هيعرف يا سويتش ياخد يا دي يا دي، ما ياخدش القيمتين ابدا. تمام؟ لو رجعنا نتاكد كده من شكلها، اد نيو كاستمر، ادي اهو اهي يا اما ميل يا اما فيميل بيسيبوا، لكن طبعا شكلهم كبير قوي، انا كنت عايزهم جنب بعض. ده بسبب ان احنا كنا عاملين كلاس فورم كنترول، فخد حجم كنترول على الايه؟ على الانترفيس كامله. قلت له لا احنا مش محتاجين ده، شيل الكلاس ده. تعالى نرجع تاني ناد من كاستمرز، اد كاستمر، ايوه ادي ميل يسيب في ميل، ادي في ميل تسيب ميل، بحيث سيلكت وان اوبشن، اختيار واحد. تمام، ممكن اخلي الميل لو اغلب الناس بتخش على السايت ذكور يعني، فممكن اقول ايه تشيكد، تشيكد هتبقى هي باي ديفولت متعلم على كلمه ميل زي ما احنا شفنا كده، باي ديفولت عايز اسمها في فيميل زي ما حسب بقى. طيب الفون اخد منه كابي تاني عشان اعمل زيه للايميل. ايميل، واكتب الليبل ايميل والاي دي ايميل، وانتر ايميل. طيب احنا ممكن نغير التايب نخليه ايميل برضو بدل تكست، مش مشكله. بس اللي يهمني دلوقتي الصوره بتاعت الكلاينت بتاعت الكاستمر، فعايز اعملها فور، اعملها فايل، فسميتها ايمج فايل، وهكتبها واكتب قدامها كاستمر ايمج او كاستمر بيكتشر، والاي دي بتاع الانبوت هيبقى ايمج فايل. التايب بتاعه مش هيبقى تكست، هيبقى فايل عشان يديك حق انك تبراوز
وتختار الفايل على كلاس فورم كنترول. الايميل نخليه ايميل بدل تكست عشان يتحقق من شكل الايه بس الشكل العام لكلمه للايميل، تمام؟ شكل عام من شكل التحقق، يعني اللي هو بيتحقق ان في ات وفي دوت وفي مش عارف ايه وكلام زي كده. في الايمج فايل اديته نيم برضو ايمج فايل. بليس هولدر ملوش اي لازمه لان ملوش مكان في حته الابلود للايمج، يعني لو شفناه وكل مهمته لو جينا عملنا اد كاستمر زي ما احنا شايفين هيطلع لي تشوز فايل، اما بدوس عليه بيطلع لي ايه دايالوج اقدر اختار اسيلكت منه الايه الايمج اللي انا عاوزها، تمام. المسج هنخليها بس كاستمر مسج، ده الاي دي عشان نبقى نندها. وادي التو باتنز سيف تشينجز خليها زي ما هي كده. الكاستمر فورم بالنسبه لنا ايه اكتملت، اد نيو كاستمر، وجاهزه ان شاء الله ان احنا نبرمجها بس في فيديو تاني.